مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 5% نهار الثلاثاء قبل اجتماع وزير الطاقة السعودي علي النعيمي بوزير الطاقة الروسي بقطر لمناقشة موضوع الانتاج. لشو توصل هالاجتماع؟ تم الموافقة على تجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني. بحب شير أيضا إلى أنه فنزويلا عم تضغط على مصدري النفط أمثال روسيا وإيران والسعودية لترتيب لقاء بين أعضاء أوبك ومنتجين آخرين من خارج المنظمة بهدف التوصل لاتفاق تحقيق التوازن بالسوق. ومننتقل لمصر، حيث رفع البنك المركزي المصري سقف الإيداع للشركات العاملة بمجال التصدير مع احتياطات استراتيجية لمليون دولار بالشهر بعد ما أدى نقص العملة الأجنبية لصعوبات أمام المصنعين باستيراد المكونات. بحب أذكر أنه تم بالسابق رفع الإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ل 250 ألف دولار بالشهر. القوانين الجديدة رح تتطلب من الشركات أنه تسترجع خلال 3 أشهر من العائدات الأجنبية ما يعادل المبلغ اللي تم إيداعه لتمويل واردات المكونات. ومننهي مع شركة التعدين العملاقة أنجلو أمريكان اللي أعلنت عن خسارة قبل خصم الضرائب بقيمة 5.5 مليار دولار لسنة 2015 مع تدهور أسعار المواد الأولية. هالرقم هو أكثر من ضعف الخسائر اللي تم الإعلان عنها سنة 2014. فبيشوف الرئيس التنفيذي أنه الاقتصاد العالمي وضع شركات التعدين تحت تحديات كبيرة. أنجلو عم بتخطط لبيع أصول بقيمة 3 أو 4 مليار دولار بهدف إصلاح مالية الشركة. من هالأصول بذكر كومبا ايرن اور، اكبر شركه تعدين بافريقيا متخصصه بصناعه الحديد. هذه هي اخبارنا لليوم، نشوفكم بكره.